We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome to this main session of the Policy Network on Meaningful Access. أهلا بكم في الجلسة الرئيسية التالية حول سياسات الوصول العام. سونيا، نحن لا نسمع، نحن للأسف على منصة زوم لا نسمع ما يقال في على طاولة الرئاسة وفي المسرح بالكاتوفيتسا. نحتاج إلى دعم فني. سيلفيا هي المشرفة المشاركة لي على النقاش. الآن التواصل قد أعيد وكل المتصلين على الإنترنت يسمعوننا. يا سيلفيا، نعم، كل أكد. في البداية نبدأ من جديد. أهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة الرئيسية المخصصة لنشاط مجموعة المتعددة الوظائف لشؤون الوصول العام. سونيا جورج، أنا مديرة التحالف بشان الوصول العام وأمثل ويب فاونديشن. أنا المشرفة على هذا النقاش. أنا سعيدة بأن هناك عدد لا بأس يشاركون في هذا الحديث في القاعة، وأيضا المتصلون على الإنترنت. نبدأ بالتمهيد الذي سيخص مجموعتنا، وسوف نشر نشرح ما هي هذا الوصول الواقعي. هناك متحدثتان رئيسيتان، أوريت أسترهويزن وأيضا وهي ممثلة اليونسكو، وثم سوف يتم تبادل الآراء حول سياسات الوصول الفعلي، وثم سوف نطلب من يوانغ زو أن يلقي أو تلقي كلمة ختامية. سيلفيا كاديانا المشرفة المشاركة في الإشراف على هذه الجلسة معي، وأتمنى أن الاتصال سوف لا يكون متواصلا وغير مقطع. لنفكر في ماهية الوصول الواقعي للإنترنت. وقبل أن ندخل النقاش، فنريد أن نشرح أن شبكة السياسات الوصول الفعلي أقيمت لتمكين النقاش حول الإدماج الرقمي للأشخاص في حول العالم. هناك فروقات وحواجز وفجوة رقمية عميقة، وخاصة في دول الجنوب العالمي أو العالم الجنوبي. والوصول الواقعي يتشكل من ثلاثة عناصر تالية: انخفاض التكلفة أولا، ثم الوصول الموثوق به والجيد، ثم العنصر الثالث المجتمع أو الوسط الاجتماعي الذي يتيح الوصول إلى الإنترنت. فدعونا أن نرتكز على هذا العنصر الأول المذكور، على قلة التكلفة في الوصول إلى الإنترنت، فإمكانية الوصول إليه بغض النظر عن حجم المحفظة. ونريد مثل هذه التكنولوجيات التي تسمح بذلك. أما إذا كنا نقصد الوسط الاجتماعي، فأقصد بذلك اللغة والمجتمع والقدرات والمهارات، أي كل العناصر التي تضمن الوصول المتواصل والفعلي
والرقمي بالإنترنت. أنني شرحت ذلك في بداية هذه الجلسة لأن هذا الوصول الفعلي للإنترنت عبارة عن أداة تسمح لجميع الأشخاص بالاستفادة من الإنترنت بشكل شامل ونستفيد من هذا الفضاء الرقمي كاملا. هذا سبب لإنشاء ووضع سياسات الوصول الفعلي، ونحن سنحلل تلك المجالات التي كانت مهمشة وخارج نطاق المباحثات الأخرى. سوف نستمع إلى أصوات الأشخاص المتخصصين في كافة المجالات المتعلقة وذات الصلة بالوصول الفعلي. هناك عمل يجري تحت إشراف المندوب الخاص للأمم المتحدة لشؤون التكنولوجيا. أيضا هناك أشخاص معنيون بمختلف التخصصات، أيضا مؤسستي أنا وغيرها من المؤسسات نتعاون مع ITU بشأن انخفاض تكلفة الوصول إلى الإنترنت، ونحن في شبكتنا الخاصة بالسياسة القيمة للوصول الفعلي استنتجنا بأن هناك بعض النواقص والقصور ما زالت موجودة كي نضمن الوصول حول العالم إلى الإنترنت. أشكر جميع أعضاء شبكتنا، شبكة السياسات سياسات الوصول الفعلي. أشكر لجميع شركائنا وحلفائنا، وخاصة في الأسابيع الأربعة والخمسة الماضية، وإن شاء الله نواصل هذا التعاون أيضا في السنة المقبلة. أيضا هناك دخل ومساهمة قيمة من مختلف المنظمات والمؤسسات الداعمة لنا بمختلف الطرق والأشكال، وقدمت تقاريرها التي ساهمت وبشكل ملحوظ في أعمالنا ومكنتنا من الحديث في هذا المجال، ومنها منظمات ICANN ويونسكو وITU، وخاصة المندوب الخاص للأمور الفنية، وأيضا أبنيك وA4AI وIGF إيطالي وغيرها من المنظمات التي ساهمت مساهمتها ولا غنى عنها. أشجعكم على التعرف على تقاريرها ومساهمتها في نشاط. وقبل أن أنتقل إلى مواضيع أخرى، أقدم لكم أونريت أسترهويزن التي هي كبار مستشاري الماغ، مجموعة فريق عمل الIGF، وهي رئيسة هذا الفريق. يا أونريت، هذا شرف أنك انضممت إلينا، وأنا أعرفك منذ سنوات، أنت دائم تروجين للمسائل المتعلقة بالإقصاء الرقمي، وأرجو منك أن تفصلي لنا بشأن دورك في مجموعة ماغ، وما هي دور فريق عمل الIGF ماغ في سبيل دعم سياسة الوصول الفعلي. فأرجو أن تفصلي لنا حول ذلك، ما هي رؤيتك في نشاطكم مستقبلا؟ أظن أن استقبلنا في عام 1900 و2006 في بريتوريا، ولكن أشكر الجميع على الحضور. أعتقد أن الوصول الفعلي إلى الإنترنت هو موضوع نناقشه منذ بداية جلسات المنتدى، وخاصة أن منتدى الحوكمة للإنترنت يتغير العالم وتتغير الأزمنة، ولكن الإقصاء الاجتماعي ما زال موجودا في مكان ما. في مكان ما من العالم يوجد أناس ليس لديهم وصول فعلي إلى الإنترنت. أعتقد أن أمامنا طريق طويل، ولكن الشبكة لشؤون الوصول الفعلي والمتساوي إلى الشبكة، يجب علينا أن يكون هناك دخول ديناميكي للموضوع، يجب علينا أن يكون هناك
قرارات بالنسبة للسكان المحليين، نعطيهم بإمكانهم وضع إمكانية للاتصال. توجد هناك حلول وطنية محلية، هناك الكثير من المشاركين في منتدانا والذين يؤكدون ويعرفون ماذا يجب فعله على المستوى المحلي، وعلينا نحن أن نفكر لماذا هذه الحلول التي غير منفذة وليست هناك عوائق في مكان ما، وعلينا أن نزيل هذه العوائق. فلننظر ماذا يحصل في كينيا أو في البرازيل، فهناك جهاز رسمي يعطي سماح لتشغيل الإنترنت على وتائر معينة، وكذلك في المكسيك، أي أن هذه الحداثة والابتكارات يتم تنفيذها، ولكن الوصول الفعلي وسياسة الوصول الفعلي إلى ذلك يجب أن يساعد في ذلك الاتصال مع المستخدمين، وما هي إمكانية، ما الأشياء التي يمكن فعلها، لماذا هذه الحلول غير موجودة واقعيا؟ هاي الأمور العوائق هي مادية أم هي مصالح بعض المجموعات هي التي تعيق ذلك؟ وإذا يجب أن نخرج من الإجماع ونرصد هذه الظواهر والحالات. لدينا ممثل لليونسكو، لأن اليونسكو قام بالعمل على مؤشرات عديدة في هذا المجال، ومنه نستطيع معرفة الكثير عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا. سوف نواصل نقاشنا حول كيفية تركيزنا على ثلاثة مجالات رئيسية، وهذه المجالات الثلاثة هي مهمة لأنها قد تساعدنا في ردم القوة الموجودة. فنحن متفقون على ما الذي يجب فعله، ولكن لا يوجد هناك أطر موحدة يتم تطبيقها حول العالم. نحتاج إلى إرشادات وتعليمات عامة حول الوصول الفعلي، هذا ما نحتاج إليه. وكثير من المتصلين بشبكاتنا معنيون بهذه المسائل، وأخاطب هنا ماريا التي تمثل يونسكو. وكالة يونسكو وضعت مجموعة من هذه المؤشرات التي تزودنا ببعض البيانات الثابتة وتمكننا من الإجابة على تلك الأسئلة التي يصعب الإجابة عليها، وتخص اللغة والمهارات وغيرها من العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار، ويجب اعتبارها على أن نقطة الانطلاق بالنسبة للحكومات الوطنية وغيرها. يا ماريا، نحن سعداء بأنك معنا بالفعل، وتعرفنا على أرضك التقديمي في جلسة الاي جي اف، واتمنى انكم سوف تواصلون مع شركائك هذا العمل حول المؤشرات التي وضعتموها. شكرا يا سونيا وأونريت، انا سعيدة بان اكون معكم في هذا المحفل الكريم وسط الخبراء في السياسات الوصول الفعلي. نشاطنا بالفعل مفيد وقيم بالمعنى الواسع لهذه الكلمة، واسمحوا لي ان أعلق على إطار روما، وأرجو عرض الشرائح. نعم، أمامنا هذه الشريحة، وباقتضاب وباختصار أعلق على مضمون هذه الشرائح وعمل اليونسكو في هذا الصدد. اليونسكو تريد ضمان التنقل الحر والسلس للأفكار باستخدام الصور والكلمات، أي
نقصد التمكين التدفق الحر والتنقل الحر للأفكار وليس فقط البضائع والخدمات. هذا شيء جدا مهم في تشغيل حرية التنقل. منذ البداية نحن واعون بأن هناك فوارق كبيرة في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية. هذه الفجوة الرقمية في السابق كان لديها طابع بنيوي أكثر وليس طابع عبارة عن ما يجب فعله لضمان الوصول الفعلي للإنترنت والتعرف على المحتويات القيمة والمعرفة المفيدة التي ترد بالإنترنت. فنحن نرى هنا مسألة الإشراك والتشارك وأيضا مسألة الإدراج والبنى التحتية والاستفادة الفعلية مما هو موجود بالإنترنت. وضمن ما نقوم به نشير إلى ضرورة حماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. الإنترنت يجب أن يزودنا بكل هذه العناصر ويجب أن يقربنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يجب أن نلقي نظرة العين على كيفية مقارنة تلك البيانات التي تسمح لنا بإتمام القياسات المحددة والمعينة حسب مؤشراتها وأدلتها التي يمكن التعويل عليها في تشكيل بعض السياسات. فيما يخص إطار روما أو أطر روما، إن إنشاء هذه الأطر كان عملية انخرط فيها الكثير من أصحاب المصلحة. المرحلة الأولى هي مرحلة الأبحاث، وخلالها قمنا بتحليل مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية وسألناها عن المبادئ والشروط التي يجب استيفائها للاستفادة من الإنترنت بإفادة. المرحلة الثانية كانت تخص قياس وتحليل البيانات التي تم جمعها كي نتحقق ونتأكد من السير بالاتجاه الصحيح. المرحلة الثالثة فكانت تخص التحقق من هذه الأطر وتشكيل السياسات وتحقق من فعاليتها. فإطار روم أو أطر روم تم وضعها بعد سلسلة واسعة من الاستشارات والتشاور، وأوريت كانت منشغلة كثيرا في هذه العملية. ضمن هذه الأطر جمعنا 303 مؤشرا وصنفناها على 5 معايير، ومنها حقوق الإنسان والافتتاحية وسهولة الوصول والمقاربة المتعددة الأطراف ومسائل تخص المقاطع والمعايير المعدلة والمتوسطة. ونحن هذه المؤشرات تسمح لنا بالتحقق من مدى تطابق هذه السياسات مع المبادئ الأساسية. هي كثيرة، هذه المؤشرات كثيرة، وعلى سبيل المثال تأخذ بالاعتبار عدد السكان والكفاءة الاستثمارية. هذا كله تأخذ هذه المؤشرات في اعتبار. صنفناها هذه المؤشرات صنفناها على 5 معايير رئيسية من ناحية مدى إشراك مختلف أصحاب المصلحة، والآن أعرفكم على مجموعة واحدة منها فقط. فيما يخص صنف القانون أو الحقوق، فنحن ننظر خلال هذا المؤشر إلى وجود أطر قانونية لحقوق الإنسان من عدمه في دولة معينة. فنتحدث هنا عن وجود أو عدم وجود أطر قانونية لحماية حقوق الإنسان. ثم نتعمق وندخل في عمق ماهية حقوق الإنسان في الإنترنت، وهذه تشمل حرية التعبير، حق الوصول للإنترنت، حق التجمع، حق الخصوصية، وأيضا الاستفادة من حقوق الاجتماعية والثقافية.
ثم مجال آخر الانفتاح أو الانفتاحية، هل في هذه في دولة معينة سوق مفتوحة، هل يتم نشر المحتويات بشكل علني، هل يمكن الاستفادة منها بشكل علني؟ ثم مجال آخر انخفاض التكلفة، هل هناك أطر قانونية تسمح بالضمان المتساوي للجميع بالإنترنت، هل الوصول إلى الإنترنت رخيص الثمن، وهل كل واحد يستطيع أن يدفع ثمن ذلك أو مقابل ذلك؟ هل لم يتم ترك أي أطراف بواحدها؟ واللغات، هل هذه المضامين على الإنترنت متاحة باللغات المحلية؟ هناك 7000 لغة في العالم، ولكن بالإنترنت لا يتم الاستخدام إلى 300 منها أو أقل من ذلك حتى. فيجب أن نفكر عن ما إذا كان الأشخاص المستفيدون من هذه المضامين يجدون لغتهم في الأرض. هي تلك العناصر التي لا غنى عنها بالنسبة لنا. فيما يخص مدى انشغالنا المتعدد الأطراف حول هذه المؤشرات، فننظر مما إذا كانت هذه الأطر متسقة ومتوافقة مع المعايير العالمية ومنها حقوق الإنسان. هل هناك آليات لإدارة الإنترنت على الصعيد المحلي تسمح وتمثل معايير دولية؟ وأخيرا وليس آخرا، نفكر فيما إذا كان الإنترنت مساحة آمنة للأطفال تروج للمساواة بين الجنسين، ومما إذا كان الإنترنت مساحة تروج للتنمية المستدامة، وهل يستحق الثقة بها، وهل الأخلاق أيضا هي موضوع من مواضيع النقاشات، هل نعرف ما بالدرجة الكافية عن تضليل الأخبار وفبركة الأخبار وخطاب الكراهية؟ هي العناصر التي نميل حولها. أما الآن فأرجو من صديقتي أن تواصل هي. شكرا. أتابع ما قالته زميلتي عن خاصة أن سمحت لنا المشرفة أن نقدم هذا عرض التقديم الواسع. إن المؤشرات التي في اليونسكو في إطار روم إكس هي تخص كل مجتمعات المنضوية تحت منتدى الحوكمة الإنترنت، وما زال هذا الجهد يهدف إلى وضع أهداف تخص القطاع الخاص، تهدف الإدارة الرسمية للدولة. فنحن نقوم بتقدير هذا الفضاء الرقمي الذي يخصنا جميعا. أريد أن أبدأ من استراتيجية تعتمد على التحولات الرقمية. كل دولة يجب عليها أن تخطو خطوة في مجال تقدير مستواها في مجال الفضاء الرقمي، وهذا التقدير والتقييم الداخلي لكل دولة له دور كبير. فمثلا من بعض التقارير التي سوف أقدمها لكم هو تقرير ألماني، عندي نسخة منه فيها 150 مؤشر يدل كم هي على أي مستوى هي ألمانيا في عملية إدراج هذا البرنامج في الفضاء. أنصحكم بزيارة صفحتنا على الإنترنت، ممكنكم عندها أن تطلعوا على هذا التقرير.
والدول التي ساعدت في ذلك. هذا سلايد والشريحة تريكم أن مجلس الإدارة لدينا تقوم بعملها على ما يجب، وهي تمارس عملها في تقييم الفضاء الرقمي في عدة دول من العالم. وهنا شريحة أحبها لأنها كما ترون فهي في دول عديدة مثل الإكوادور، أوروغواي والسنغال والباراغواي وبنين. هنا ورشات عمل في مجال منتدى حوكمة الإنترنت على المجال المحلي، فبشكل أكثر ملموس نستطيع أن نتكلم عن هذه التوصيات. أقول أن الإنترنت وتنوع هي وجهات نظر أبعد بكثير من الفضاء الرقمي، فتدخل في مجال الذكاء الاصطناعي. شكرا. غدا شيء رائع أن نراقب أعمالكم، وأود أن أدعو السادة للبقاء معنا هنا خلال الجلسة التالية التي سيتم فيها الحديث عن اللغات المختلفة وعن المضمون الرقمي وكيفية إيصاله إلى الجميع. لذلك أدعوكم للبقاء معنا، وأشكر المتحدثتين على المعلومات التي أعطيتهم. والآن إلى سيلفيا كاديني التي تشاركني في إشراف على هذا المحور من جلساتنا. تفضلي. نعم نسمعك جيدا. هل أرحب بكم من أستراليا. أنا سعيدة من أن الجزء الأول سمعنا أندريت أوسترهاوزن واسمي سيلفيا كادينا. أعمل في إطار أبنيك، وهي مؤسسة لها مقر في أستراليا. آسفة أنني لست معكم في كاتوفيسا، ولكن عندي أمل أنه سيتم ذلك يوما ما، ولكن على الأقل نستطيع التواصل عن طريق الإنترنت. إذن أنا سعيدة بأن السيدتين أكدتا على إمكانية الوصول إلى لغة وسط للتفاهم وطرق وأساليب جديدة، وكيف يمكن لأن جهودنا يكون لها وقع عملي من أجل تقييم هذه المؤشرات. وجيد أن نستطيع أن نقيس ذلك، كم هي جهودنا ناجحة في الوصول إلى الهدف. وهناك أجزاء أخرى من النقاش سينضم إلينا متحدثون آخرون. أعتقد أنه سنستطيع فنيا أن نوحد بين الجهد من صالة في كاتوفيتسا ومن إلى أن أريت التي ستتركنا بعد قليل أسألها. ذكرت أن من المهم جدا أن نعرف ما الشيء الذي لا نعرفه بعد، وأكدت أنه علينا أن نضع جهود كبيرة لتجاوز العقبات الهيكلية، وما هي الفجوات
في عملية توسيع الوصول إلى الإنترنت لكي نعرف ما الذي ينقصنا بعد. هذا صحيح بأنه ليس علينا فقط التعويل على الخدمات الرقمية، لأن ليس كل البعض يكون موصولا بالإنترنت. فحسب تجربتك، ما هي أفكارك حول هذه العقبات الهيكلية وما الذي تعلمناه حتى الآن؟ شكرا جزيلا، ولم أتوقع أنك تطلبين مني الحديث في البداية، ولكن لألخص بعض المسائل الصعبة ربما الأصعب. وبالفعل عدم مساواة الوصول للإنترنت يتجذر ويأتي من عدم المساواة الاقتصادية، فهذه العقبات الهيكلية العامة والأساسية هي التي تترتب عليها ويترتب عليها هذا الوصول الرقمي. هذه مفارقة عجيبة، مثل نحن الآن نحتاج إلى هواتف رقمية لتنزيل أو تحميل بعض التطبيقات المفيدة الرقمية. إن لم يكن الهاتف موجود عند المرفأ ينعدم عنده الوصول إلى هذه التطبيقات. وأثناء الجائحة نحن فهمنا أن الإنترنت يمكننا من الوصول إلى الإنترنت، ولكن من لا يمتلك الوصول إلى الإنترنت والكمبيوتر فليس لديه الوصول إلى التربية والتعليم. فكلما زادت هذه الفجوة كلما زادت الفروقات ما بين الدول المتقدمة والنامية. التقدم التكنولوجي كما فكرنا سوف يخفف من تكلفة الوصول، ولكن الواقع لا يتبين أنه هكذا. فثانيا، هذا المجتمع الرقمي لا يقوم بما فيه الكفاية للخروج عن حل واحد. يبدو أن ما يحدث في عالمنا الراهن، وأقصد هنا تزايد نمو التكنولوجيات المتحركة، وهذا النمو يطلق عليه توسيع الوصول إلى الحواسيب والأجهزة المتنقلة، وأنه بشكل تلقائي سيؤدي وسيقضي على قضاء سيقضي على الإقصاء الرقمي. هناك الكثير من صناع القرار قد ثقوا بهذا الادعاء ولم يعودوا يحركون ساكنا في موضوع حل المشكلة. الآن عدد مستخدمي الهواتف يزداد، لكن هذا لا ينطبق بنفس الدرجة على توسيع الوصول للإنترنت. فنتحدث هنا عن النظام البيئي الشامل للشبكات الرقمية، الشبكات الحضرية والشبكات البلدية، والوصول إلى المكتبات المحلية، والوصول إلى الشبكات المدارس. الوصول هو مفهوم يمس وبشكل مباشر بعض الأشخاص المحددين، وكي يستطيعهم الاستفادة من الإنترنت فيجب أن يضمنوا الوصول إلى هذا النظام المتكامل والشامل. ويبدو أن الآن المؤسسات التشريعية أو الجهات التشريعية والمالية عليها الانخراط وبدرجة أكبر من الآن في أن يصبح هذا الوصول أوسع. هذا يجب أن يكون نظام يشمل الجميع، القطاع الخاص والعام والمكتبات والمدارس. وهذه مشكلتنا، والناس يحبون حلول بسيطة، ولكن الحل البسيط ليس دائما هو الأمثل، لأن الأمر جدا معقد. هذا مقدمة للسؤال التالي لماريزا.
أعرف أيضا أنها ظهرت أسئلة من مراكز التي تتعاون معنا. أعطي السؤال لماريزا، وهل برد فعل على ما قالته أستر هايوزن التي تكلمت عن كم هي معقدة معقد شكل هذا النظام البيئي الرقمي، وأن هناك سلسلة من مؤشرات روم، فأردت أن أسأل ما هي تجاربك في العمل على مؤشرات روم على في مستوى اليونسكو، وما هي الاستنتاجات التي وصلت إليها بالتعاون مع المجموعات الأخرى؟ هذا سؤال جيد برأيي. لا نقوم بقياس هذا التنوع الكبير في المؤشرات، ولكن نحن نحاول ببساطة أن ننظر كم هو مختلف هذا الوسط الرقمي، وكم هي أشخاص متنوعة تستطيع أن تستفيد من النصوص القيمة في هذا الفضاء الرقمي، أي في الوصول وليس بالوصول الفعلي كما نحدده الآن، أي للوصول إلى عدد أكبر من الناس الذين لديهم إمكانية العمل والاتصال أونلاين، فهي مجموعة من الناس التي تمثل الطبقة الوسطى أو العليا المثقفة، تتكلم بلغات أجنبية من بينها الإنجليزي مثلا، وهي ممكن أن تتواجد في هذا النظام البيئي الرقمي، ولكن كيف نستطيع أن نوسع هذا الفضاء ونجعلها متنوعة من أجل أن تكون هناك مجموعات أخرى بلغات أخرى تستطيع الاستفادة، من أجل أن تكون هذه الصيغة مفهومة وفي مناطق عديدة من العالم، في الأرياف وليس فقط في المدن. على هذه المرحلة أردنا أن نعرف، إذا أردنا أن نستفيد الناس من هذه المخزون الكبير من المعلومات الموجود في الإنترنت، ومن أجل الوصول إلى هذا المخزون، فإن المجتمع الذي يعتمد على المعرفة يجب أن نضمن له أسس للعب تكون متساوية للجميع. فمثلا الذي ليس هو مهندسا وليس لديه معلومات فنية في هذا المجال، فيجب عليه أيضا أن يستطيع الاستفادة من ذلك. إذن هذه العائلة الكبيرة الإنسانية يجب أن يكون لديهم إمكانية في الدخول إلى هذا العائلة، وهذا هو هدفنا. شكرا على هذا التعليق الجيد، فسرت لنا كيف ما معنى هذا الفرق بين تبسيط الدخول إلى هذا الفضاء الرقمي وإمكانية المعقدة. والآن أعطي الصوت إلى متحدث آخر. في البداية أشكركم على هذه الجلسة الرائعة التي نشارك فيها، أشكر جميع المتحاورين على ملاحظاتهم القيمة، وبطبيعة الحال نحن أولوياتنا تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن أتساءل كيف يمكننا أن نوسع الوصول الفعلي للإنترنت في كافة أنحاء العالم، كيف نجعل الإنترنت أكثر أمانة وسلاما للأطفال وصغار السن، لأن هناك سلبيات كثيرة بالفعل تجري بالإنترنت مثل ظاهرة الفيشنج. اسمحوا لي أنا ربما أن أقدم التعليق الأول، ولكن هل هناك تساؤلات أخرى؟ نعم، إني أرى
سؤالين آخرين. لدينا تأخر بسيط نستعجل قليلا. نعم، هذا السؤال ممتاز ونحن معنيون بالفعل في مشان الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية والقروية. هذا عدم التساوي واضح كما ذكرت زميلاتي، وهذا أيضا يدخل ضمن عملية التقدير والتقييم بواسطة مؤشرات روم. نحن نقدر الوصول للإنترنت من الناحية الفنية والتقنية، وسوف ننشر تقريرنا العالمي الأول بشأن التغطية العالمية الفعلية والعقبات والفجوات في هذا النظام العالمي بالإنترنت. فهذا التقرير سوف ينشر قريبا. هذا أيضا يشكل تحديا كبيرا أمامنا. نحتاج إلى هذا القياس الفعلي، ليس لأننا لا نعرف كيف هو الواقع. نحن نعلم أن المناطق النائية والريفية هي ليست موصولة بالكامل، لكن نتساءل فيما إذا كنا قادرين على إيجاد هذه الحلول الشاملة العامة، وكما إن كنا قادرين على إدراج تلك اللوائح والتشريعات التنظيمية التي تكون قادرة أن تغير هذا الواقع. لذلك نقوم بهذه القياسات ونعتمد على هذه المؤشرات تمهيدا لشق الطريق أمام صناع القرار الذين هم سوف يعملون على تقنين وسن القوانين، ليس فقط في المكسيك أو البرازيل أو كينيا، وأيضا بنغلاديش وفي أي مكان وبقعة أخرى من العالم، حيث يطالب المجتمع بشبكات المحلية. وما هي الآليات التي يجب إدراجها من في سبيل ضمان هذا الوصول؟ والآن سيلفيا. هذا ظهر في السؤال إمكانية للفيشنج، أي العري في الشبكة. هل نعم؟ إذن باختصار سأتحدث عن هذا الموضوع. أعتقد أن المحافظة على الجسم والجنسية لم تكن كافية عندما كانت هناك وباء الإيدز، فلذا نستطيع أن نقول أن الكثير ممكن أن يعاني في الإنترنت، لذلك لا يمكن أن نحرمهم من استخدام الإنترنت. إذا نحن يجب أن نضبط هذا الوسط بشكل أو بآخر، أي أن نجعل هناك آليات للحفاظ ويتم فيها القبض على المجرمين في السبرانيين، ولكن هذا لا يمكن أن يكون حجة من أجل أن نمنع الناس من الوصول إلى الإنترنت. فلنعطي الناس إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ومن بعدها نقوم بتحديد ضوابط لذلك. هل أردت أن تضيفي؟ هل نستطيع أن نفعل ذلك؟ ممكن أن أضيف إلى ذلك أنه علينا أن نرى ما هي المهارات التي لدى المستخدمين. يجب أن نعرف ما هي إمكانياتهم ونعلمهم كيف بشكل صحي الوصول إلى المعلومات. هناك عدة آليات تساعدنا على ذلك، لذلك أدعوكم لزيارة صفحة اليونسكو للإطلاع على بعض هذه الطرق والأساليب. وهناك سؤال آخر أو تعليق آخر. بالنسبة للدول التي تستعمل مؤشرات روم، فنجد هناك دول مثل وأصوات ما عليها أن تحث الناس على أن تستخدم
الإنترنت كحرية كحق من حقوق الإنسان، ويجب أن نجعل من ذلك أولوية. طبعا يمكن أن نستعمل ذلك. فلننتقل الآن إلى نقاش حول عملية الاتصال. وكما سمعنا من المشاركين، فشكرا لأنريت. الآن أريد أن أقدم لكم كارلوس ريمورونا وجايكوب. كارلوس، هل أنت معنا؟ هل أريد أن توصل الكاميرا لكي نراك؟ وأريد من نرى كارلوس ونرى جين. تفضل، قدم نفسك يا جين. وإلى جين نفس الشيء، هذا أسهل. سعيدة بأنكما معنا، لأنكما خبراء في هذا المجال ولديكم معلومات غنية عن موضوع المرتبط بعنوان محورنا. نعم، إذا كان أحد المشاركين لديه سؤال فليجهزه لنطرحه فيما بعد. شكرا أنريتا، شكرا للجميع. أنا سعيد بأن أكون معكم. أعتذر أن عندي سعال خفيف، ولكن أنا أعود إلى صحتي بعد هجمة الجريب والإنفلونزا، ولكن أعتقد أنني سأستطيع إنهاء كلامي. شكرا لكما. أود فقط أن أقول اسمي كارلوس ري مورينو، وأنا مسؤول عن الشبكة المحلية من أجل تقدم التواصل. نتعامل مع دول الجنوب الكوني، وفي هذه اللحظة نتعاون مع 16 دولة من الجنوب الكوني، وخاصة في مجال الأرياف. سئلت ماذا يمكن فعله لكي تأمين اتصال أفضل مع المجتمع المحلي. عندي هنا بعض الملاحظات المكتوبة، أن كل شيء ممكن. المشغلين التقليديين يحاولون ملء هذه الفجوة، ولكن ليس بإمكانهم تأمينها بشكل رخيص يصل إلى كل الناس. لذلك هناك بدائل، ولذلك حاليا في العالم في كثير من الأماكن النائية نحاول إيجاد أطر تمكن الناس من الوصول إلى الإنترنت. وهناك تم تجريب تقنيات حديثة غير الإنترنت السريع، فهناك أيضا إمكانيات لتنظيم تركيب روتيري أو محطات قاعدية تستطيع تؤمن أرخص طريقة من طريقة المشغلين التقليديين للوصول إلى الإنترنت. يمكن الاستفادة من هذه الأساليب. نعرف ماذا ينقصنا في هذا المجال. دائما ليست هذه حلول تفي بالغرض فيما يخص التوتر والذبذبة المطلوبة للأجهزة، ولكن نحاول إيجاد ضوابط تستطيع فيها المجتمعات المحلية
أن تصل إلى الإنترنت الرخيص. نستطيع أن منظمة الإتاو تفعل الكثير من أجل توسيع هذا الوصول إلى الإنترنت وفي الفضاء الرقمي. أما بالنسبة للاتصال فالمجتمعات المحلية تؤكد دائما قضية أن الوصول القيم إلى الشبكة هو المهم، ونحن بدأنا نفكر كيف ما هو الخطوة التالية بعد الاتصال والوصول إلى الشبكة. إذن كثير من أصحاب القرار والمصلحة المعنيين مهتمون بإيجاد مهارات ولغة وكل الأشياء الأخرى التي تساعد في الاستفادة من الإنترنت. فإذا الوصول وحده مهم ولكن ليس هو كل شيء، العناصر الأخرى المركبة التي تجتمع على الاستفادة المثلى من الإنترنت يجب أيضا تنفيذها. نحن ننفذ عدة مشاريع تساعدنا فيها عدة كيانات. نحن نجعل هذا العمل وهذا النقاش بناء وغني، أي كيف يمكن محليا أن نساعد على أن تكون هذه الصيغة الموجودة واللغة الموجودة في الإنترنت هي لغة محكية ومقبولة من المجتمع المحلي. لذلك تتغير لدينا مبادرات تسمح بحلول تأتي من المجتمع، وهناك كثير من هذه المبادرات تنفذ. فنحن كممثلين للشبكة الوصول الفعال إلى الشبكة نحلل الوضع، وأحيانا نحن منفصلين عن الواقع في بعض الأحيان. أنريت قالت أن هناك في العالم أماكن لا يستخدمون الاتصال الهاتفي لأنهم يقتصر استخدامهم على ما توفره لهم المشغلون التقليديون. فإذا ما هو موجود في الأماكن النائية يعتمد كثير على مبادرات المجتمع في تلك المناطق، وما هو الوصول الفعال بالنسبة لهم إلى الإنترنت. وأنريت كان معها حق أن الوصول وحده هو مهم ولكن ليس هو كل شيء، ولكن الوصول الفعال القيم الذي يمكن أن يعطي إمكانية الاستفادة من كل هذا المخزون المعرفي والمعلوماتي الموجود في الشبكة، وهذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. وهذا التنوع يجب أن تستطيع فيه منه المجتمعات المحلية الاستفادة منه بشكل مستقل. شكرا على هذا هذه الكلمات. هناك أسئلة وردت في الشات، وكارلوس ربما تتمكن من الإجابة عليها. فالآن نمرر الصوت إلى المتحاورة تاليا جاين. أنا آسفة لم أستطع الوصول شخصيا إلى الكاتوفيتسا، ولكنني أتصل بكم ومعكم عن بعد على الشاشة. وكارلوس تحدث عن الاتصالات وعن ما يقومون به. أنا بنفسي أيضا معنية في هذه المواضيع منذ أكثر من 10 سنوات، وأنا معنية في
طرق الاتصال في هذا الصدد. هناك أصحاب مصلحة مختلفة منخرطة في ذلك، الأمم المتحدة والحكومات الوطنية وزعماء قبائل وغيرها من المعنيين، ونحن يجب أن نأخذ بالاعتبار هذه الظروف الوطنية المحلية التي سوف تتبين أنها مفيدة وإيجابية في ظروفها الخاصة. فيجب أن نكون متصلين بالموضوع بمختلف الطرق والأساليب، لأن نتحدث إلى بشرية أو إنسانية متنوعة في غاية التنوع، فيجب أن تتوافر هناك عدد متنوع وكبير من الطرق. هناك مجموعات التشغيل تتناوب وتتغير، هناك أنظمة لاسلكية ومتحركة، أنظمة الواي فاي، هناك حلول مختلفة في الأرجنتين وفي إسبانيا تطبق، هناك تكنولوجيا LTE وغيرها. إن أقصد تعدد الحلول المتاحة وتنوع هذه التكنولوجيات، هذا ما نريده. هذا إنه تحدي كبير، وقد سئلت عن كيفية دعم هذه الشبكات وكيف نضمن هذه الحلول في مجال الاتصال، وسئلت عن التحديات التي ترتبط بذلك، ونحن سمعنا عن ذلك. البنية التحتية ليست متاحة في كل مكان، فيجب أن نتعاون مع صناع القرار والمشرعين، ويجب أن نواصل التحليلات وندرس دراسات الحالة لكي يأخذ الناس مختلف التكنولوجيات في عين الاعتبار، لكي لا يخاف الناس من هذه الحلول الفنية والرقمية. يجب أن نتعاون على مختلف الحلول ونتواصل مع رأي العام فيما يخص التكنولوجيات الجديدة، الجيل الرابع LTE أو غيره. من المهم أن لا يخاف الناس من هذه التكنولوجيات الحديثة. يجب أن نضمن باقة كاملة من الوصول إلى الإنترنت، ويجب أن تكون هذه التكنولوجيات منخفضة التكلفة. كما تحدثت سونيا، هناك العديد من التكنولوجيات المتاحة، وإن تعلمنا شيئا من الجائحة فتعلمنا أن ليس فقط وزارات الاتصالات أو الجهات التشريعية يجب وحدها أن تشكل الفضاء الرقمي، لأن مثلا المؤسسات التعليمية وجمعيات المزارعين هي أيضا من مسؤوليتها المساهمة بمعرفتها الغنية في مجال الاتصالات. كلما تحسن مستوى الاتصالات كلما زاد الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، ويتم القضاء على الإقصاء الاجتماعي. لو لم نستطع الاستعانة إلى هذه الطرق المختلفة، فلا تكون درجة هذا الوصول متنوعا، والتنمية المستدامة هي تبدأ على الصعيد المحلي. لذلك علينا تعديل بعض التشريعات، خاصة فيما يخص تحديد دبدبة البث والنماذج المالية والتمويلية، هي يجب أيضا أن تتغير. فيجب أن نجازف ونخاطر وأن نسمح بظهور هذه التكنولوجيات الحديثة ونعممها. أنا شاركت في العديد من الاجتماعات، وكالة يونسكو وغيرها من وكالات الأممية، ولاحظت بأن التعاون فيما بينها أوثق، خاصة في السنوات الماضية. هناك انتعاش الشراكات فيما بين هذه الوكالات في السنوات الماضية، وهذا في غاية
أهمية أنه يجب أن نتعاون ما بين هذه الوكالات والمجتمع المدني والمؤسسات الأخرى. هذا التكامل وإشراك الجميع هذا ما نحتاج إليه. هذا سيسمح لنا أن نمضي قدما في الحلول المتاحة. يا كارلوس، لديك معرفة واسعة حول هذه الحلول، فيستطيع أن يزيدنا معرفة بها، ويجب أن نحاطر ونتجرأ أن نعمل هذه الخطوة كي نمكن المجتمعات الوطنية المحلية بأن تستفيد من سبل التواصل المتاحة. مثلا أطباء من منطقة معينة في العالم يجب أن يكونوا قادرين على توصيل معلومات وإرسالها إلى المستشفيات حيث المرضى ينتظرونهم. فهذا يزيد من قدرة الناس على عمل الخير. وهناك تدريبات، كورسات تدريبية تقام في نيروبي قبل أسبوعين مثلا. انتهت إحدى هذه الدورات التدريبية وتم إنشاء شبكة من شأنها ضمان تواصل وتبادل المعلومات والأفكار الجديدة والتعلم المشترك. البنية التحتية منعدمة وغير موجودة في بعض المناطق، ونحن نحتاج إلى تمويل، لأن فقط 1% من المؤسسات الخيرية تخصص أموالا على إنشاء البنية التحتية. فالبنية التحتية والأساسية في غاية الأهمية، وهي تفتح إمكانيات أخرى يجب تضمينها وتأمينها وخاصة المشاريع الإنشائية في البنية التحتية. يجب أن نتعاون بشكل وثيق ونغير الأنماط الموجودة ونخلق الشبكات المبنية على الأساس المحلي، مثل في المكسيك والأرجنتين على سبيل المثال. هناك تعديل القانون والقوانين لمصلحة المجتمعات الوطنية، فنحن قادرون على تعديل الأطر القانونية. أيضا في كينيا يتم وضع المستخدم في وسط ومركز الاهتمام، فالتعاون الوثيق جدا مهم. علي أن أوقف النقاش لكي يشارك البقية المشاركين الموجودين في الصالة. الآن أظن أنني أعطي الصوت لسونيا لكي تتابع الإشراف على هذا المحور. سنتكلم عن الاتصال. شكرا على هذا الجزء. الآن أعطي الصوت لسونيا. إذن ندخل إلى الجزء الذي يتعلق بالوصول والاتصالات الرقمية. ماذا يمكننا أن نفعل من خلال البنى التحتية الجديدة، وما هي المهارات التي تنتظرنا في هذا المجال؟ معنا من مجموعة ماج لدينا من مؤسسة ويب فونديشن ويب التي ستحدثنا عن حلول تجعل المجتمع الشمولي في الوصول. نبدأ من روبرتو زامبراني الذي سيتحدث عن تجاربه من بوليفيا. بوليفيا هي بلد لديه وصول محدود إلى الإنترنت، وهنا وكأنه مهمش بشكل ما. لذلك سنستمع إلى ملاحظاتك بكل اهتمام.
من المهم أن تعرفوا ماذا نود أن نفعل في مجال الشبكات الفعلية للوصول. نحن من خلال المجموعة الاستشارية ماج حاولنا من خلال منتدى أفضل الطرق العملية أن نحدد ما هي أولوياتنا. بدأنا هذه الأعمال قبل جائحة كوفيد-19 وعرفنا أن قبل منتدى الحوكمة الإنترنت كيف نستطيع أن نصل هؤلاء الناس إلى الإنترنت، وهنا مكان جيد لنستطيع أن نتكلم ونتحدث عن تجاربنا الإيجابية في هذا المكان، لأننا نحتاج إلى مثل هذه التجارب في الجنوب الكوني كما نسميه، أي دول الجنوب، وما هي الحلول المحددة. طبعا في إطار EGF تستطيعون أيضا المشاركة في عدة جلسات أخرى، وهذا المحور هو محور مفيد في وضعنا. أريد أن أقول أن في أثناء بداية الجائحة كما قالت جين من قبل تم إجراء أطر تضبط الشبكات في أوليفيا لتكون عندها ليونة أكثر في الوصول إلى المجتمع. لذلك نسبة كبيرة من الناس في بوليفيا هي مجموعات من السكان الأصليين الذين يسكنون في الأرياف، وفي كثير من الأوقات كأنها مقصات عن ليس فقط رقميا ولكن الخدمات الأساسية مثل المياه الشرب أو مصارف الصحية. أو خلال بداية الجائحة كانت هؤلاء الناس أيضا مقصات عن طريق التعليم، ومعظم الأولاد لم تذهب إلى المدارس، وكانت هذه فترة حرجة. كان علينا أن نقوم بإجراءات طارئة لتغيير ذلك. هنا بدأ عملنا لشمولية أكثر، وأن EGF هو مكان جيد للحديث عن هذه التغيرات الحرجة. أننا تمثل ويب فاونديشن وتكافح من أجل الحقوق الأوسع وعدم الإقصاء الرقمي. أسألك عن وجهة نظرك أنت، أين نحن الآن وما يجب إنجازه بعد من أجل توسيع الوصول للعالم للإنترنت؟ اسمي نانا نواكنما، وأنا سعيدة أن أسمع أصوات المتحاورين الآخرين، وأخذت رؤوس أقلام 5 صفحات تقريبا، ولا أريد أن أكرر لما قد قيل، فمن مقاربة أخرى أعالج هذا السؤال وأقول ما الذي لا يجب عمله. مؤخرا اطلعت على تقرير متعلق بتكاليف هذه الهوة الرقمية. من منكم تعرفون نفا؟ أنا امرأة سمرة البشرة ومن جنوب إفريقيا، من غرب إفريقيا، وعملت من البيت من المنزل قبل اندلعت الجائحة واجتاحت بنا. وما الذي تعلمناه في الجائحة؟ نحن
مربيات البيت النساء نقوم بعمل بلا مقابل ونعتني بالأطفال وكبار السن ولا ليست لدينا منصة كافية لأن نتبادل بحاجياتنا. هذه الدقائق الأربعة سوف أخصصها الآن لاستنتاجاتي أنا الناتجة عن الفجوة الرقمية أو بالأحرى الفجوة الجندرية. أريد الإشارة إلى أنه في الدول النامية هناك العديد من النساء اللواتي ليست لديهن الوصول إلى الإنترنت، وهذا يترتب عليه خسائر مالية محددة. React هذه الأحرف الخمسة سوف أتحدث عن هذا المختصر للدقائق الأربع التالية، فسوف أتحدث ليس عما يجب فعله ولكن عما لا يجب فعله. أرجو ألا تفكروا بأن الوصول الفعلي للإنترنت هو ترف، وأرجو ألا تفكروا بأنكم تفيدون النساء عندما توصلونهن بالإنترنت. هذا حقنا المستحق، فنعم نحن نريد تزويد المرأة بالكفاءات والمؤهلات الجديدة، ولكن لا نريد النظرة الأبوية في هذا الصدد والنظام الذي يهيمن عليه الرجال. نحن يجب علينا وكذلك للرجال نشرح أن النساء يدبرن حالاتهن بشكل ممتاز في مناصب مديرات الشركات. فنحن لا نريد هذه المقاربة الرجالية. الوصول الفعلي يجب أن يكون هذا النوع من الوصول الذي يسمح بالإبداع والمشاركة في الحلول المدروسة. ومنذ سنوات أنا أكافح من أجل مثل هذه الحقوق ضمن منظمة World Wide Web Foundation. هذه الأحرف الأربعة R Rights، E Education، A Access أي الوصول، و C Content يشير إلى المضمون أو المحتوى. نحن صناع القرار لا يمكننا أن نعول على القطاع الخاص وحده الذي من شأنه تزويدنا بالحلول الجاهزة المتعددة اللغات في الوصول للإنترنت، ولكن أرجو ألا تفكروا بأن هذه المضامين الرقمية يجب أن تكون متاحة هي فقط باللغات الأساسية للأمم المتحدة. لا، نحن سكان هذا الكوكب نتحدث أكثر من هذه اللغات، وأتحدث عن الحقوق واللغات وتحدث عن المحتوى. والآن الحرف الخامس تي التارجت أي الهدف. إنكم أنجزتم عملا كبيرا، ولكن أرجو ألا تخبروني بأن تغطية الإنترنت وصلت إلى 90%. يجب أن نعلم بأن الأشخاص المتصلين بالإنترنت يتواجدون بالإنترنت بطريقة معينة. لا نكتفي بالقول أن 90% من الأشخاص متصلون بالإنترنت أو 100% منهم يمتلكون بطاقات السيم. لا، نحن نريد أن نعرف كيف يتصلون بالإنترنت وكم يكسبون من ذلك وبأي طرق يقومون بذلك. التربية والتعليم لا يمكن أن يكون في أيدي الرجال، ولكن أيضا في أيدي النساء المثقفات. الوصول نفسه ليس كافيا، لأنه يجب أن يكون وصولا قيما ومتاحا بعدة لغات العالم. وإلى هنا انتهي. شكرا على نينا، دائما إجاباتك موحية، وهذا لي شرف أن أعمل معك على شكل. أعتقد أنك أعطيتنا صورة واضحة، كما أن روبرت زامبرانا تحدث بشكل واضح.
ننتقل إلى الجزء الثاني عن بناء مهارات جديدة. يجب علينا أن نسرع لأن الوقت يداهمنا. شكرا لك يا سونيا. بالطبع الجزء النهائي من لقائنا سيتعلق بالعمل التركيز على مهارات جديدة رقمية. معنا ميتشيغو موامبي والدكتورة مارغاريت يومبرانغون، والموضوع قريب من قلبي لذلك أعطي الصوت لمدة 5 دقائق. تفضل. اسمي ميتشيغو موانغي وأمثل شركة، أتحدث عن التقنية، مسؤول عن التقنيات جديدة. سعيد بوجودي مع المتحدثين الذين يتكلمون عن بشغف عن تجاربهم وأعمالهم. نتحدث عن الوصول إلى الإنترنت في المجتمعات التي يصعب إليها. نستطيع أن نبني مجتمع جديد رقمي، ونعتقد بأن المحليين من الخبراء الفنيين يشكلون الجسد الرئيسي لهذه التركيبة الجديدة. إذن نحتاج إلى أخصائيين محليين يقومون بتخديم هذه البنى التحتية. إذن يجب أن يكون هناك في محلياً اختصاصيين يعرفون كيف يوصلون الناس في الشبكة. مع هؤلاء نحن نعمل ونتعاون. فإذا هناك أبعاد عديدة. لنبدأ من المركبات الجزئية. إذا السعر يجب أن يكون رخيص، وسونيا تحدثت عن ذلك. يجب أن نتحدث أيضا على أن البنى التحتية الجديدة يجب أن تكون مقاومة. ربما انقطع الاتصال. للأسف انقطع الاتصال. ننتظر عدة ثواني، ربما نطلب المساعدة من الفريق الفني. أي ليس لدينا. تبين أنه حتى هنا في بولندا لدينا ضمن المنتدى حوكمة الإنترنت لدينا مشاكل. إذن ربما نقترح استراحة أم نتابع. سنتابع، وإذا اتصلنا من جديد سنعود إلى أصدقائنا أونلاين. ولكن لحسن الحظ لدينا متحدثين هنا، من بينها أنريت، وبيننا أيضا السيد جوان زو الذي كان عليه أن يعطي نتائج إضافية. لذلك أدعو السيد زو الذي يمثل منظمة ديسا في إطار الأمم المتحدة، ونحن سعداء لوجودك معنا وأنك ستنضم إلينا خلال هذا المحور من الجلسة. أريد أيضا أن أقول أن الأشخاص Well, it's important because when
لنعود إلى البث المباشر. لا ننسى أن البنية التحتية المتاحة يجب أن تكون لها مقاومة مناسبة، ويجب أن نتعاون مع الأشخاص ذوي كفاءات فنية عالية ومناسبة في تشغيل مثل هذه الشبكات. مثل هؤلاء الأشخاص كثيرا ما ينتقلون إلى الأماكن المناطق الحضرية وليس الريفية، فعلينا أن نحثهم على بناء قدرات جديدة في المجال الرقمي في الأرياف والقرى، لأن الحاجة إلى الوصول للإنترنت تخص الجميع. هي نماذج رقمية يجب أن تكون أكثر شمولية. فيما يخص المراكز الحضرية فيها وصول أوسع إلى أشخاص ذوي مؤهلات مناسبة، فإن المؤهلات الشبيهة يجب أن نعمل على تنميتها في المناطق الريفية. هذه الكفاءات يجب أن نعمل عليها ميدانيا. ذلك من الأهمية المكان أن نولي اهتماما إلى تواجدنا محليا. آسف، لدي دقيقة فسوف أمر إلى الاستنتاجات. في الختام أقول أن يجب الأخذ في الاعتبار كل من الحلول المبتكرة والتفكير الإبداعي والحلول التي تكون ثابتة ودائمة ومستدامة. وأيضا من أجل بناء القدرات في المجال الرقمي يجب إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأن نعول على الموارد المتاحة محليا. لا نريد أن تكون هذه نخبة مستوردة من المراكز الحضرية، ولكن نريد أن ننمي هذه القدرات في المنطقة الريفية. شكرا لك، انتهى وقتك، وأنا آسف على مقاطعتك في الحديث، ولكن هذا شغلي. يا مارغريت، الآن صوتك. سوف أتحدث وأتقاسم معكم بالشاشة. شكرا على دعوتي إلى هذه الجلسة الحوارية. إنني ممثلة عن مبادرة إفريقية تدعى فريدا، ومرورا إلى السؤال السابق ذكره، سوف أتحدث عن أهداف عملنا. فريدا تشمل ثلاث مسارات للعمل. المسار السريع يخص بناء أهم القدرات المفتاح في الدول الإفريقية، والمساران المتبقيان يخصان دعم البنى التحتية الموجودة بالفعل قبل ذلك، وأيضا المسار الثالث يتعلق بالتعاون مع صناع القرار والدبلوماسيين، أي هو تعاون على الصعيد الدبلوماسي أكثر. ونتأكد من تواجدنا وانخراطنا في هذه المعايير الدولية ونشارك في صياغتها. نريكم الآن كيف نقوم بإنجاز أعمالنا ضمن مؤسسة فريدا Policy and Regulation Initiative for Digital Africa. أولا تبنينا استراتيجية العمل لنحدد النواقص والحضور في مجال الكفاءات والقدرات، وضعنا استراتيجية عمل وخطة عمل. نريد العمل مع شركائنا على المستوى المحلي الصعيد الوطني، فهم المجتمع المدني ووسائل الإعلام والدوائر العامة. فيما يخص أهم شركائنا وحلفائنا في وزارة الاتصالات، وأيضا نريد العمل مع المشرعين محليا، و
الأطراف المحددة وذلك بهدف تأمين وتضمين تحقيق برامجنا ميدانيا وبشكل عملي ولكي لا تبقى هذه المبادرات على الورق فقط. وهناك نطاق واسع لأنشطتنا ضمن الأطر التي تجمع مختلف الدول في قاراتنا الإفريقية. حتى الآن ما الذي أنجزناه؟ قبل كل شيء ونشدد على ذلك يشارك في مبادراتنا أشخاص من كلا الجنسين 50% ب50%، فهناك تنوع فيما يخص العمر، الصغار سنا والكبار يتم تمثيلهم في هذا المجال الرقمي ويتاح لهم إمكانيات التقاسم بآرائهم بالنت من مختلف بمختلف وجهات النظر. حتى الآن ما الذي أدرجناه؟ وضعنا خطة عمل شامل وجهزنا هذا البرنامج، وفي سياق تجهيزه هناك عدد من الأطراف. أتممنا بعض الدورات التدريبية الأولى للمدربين الذين سيدربون مجموعات تالية ونوصلهم بعض المعرفة. كذلك نتحدث عن السياقات الأوسع ونركز أيضا على العقبات الناتجة عن الأنشطة المحلية، ونتعاون مع شركائنا من مختلف المجالات معظمها أو مع معظم دول المنطقة. كيف الوضع الراهن في 2020 وبعد اندلاع أزمة الكورونا؟ كنا ندعم مجموعة من الدول منها موريتانيا والمغرب ومدغشقر ومصر وغيرها من الدول التي أقمنا فيها مبادراتنا الأولى بتعدد الجنس والجوانب. في 2021 قمنا بدعم 8 دول أخرى وأقمنا فيها دورات تجريبية، ومنها على سبيل المثال النيجيريا والليبيريا وغيرها من الدول. علاوة على ذلك مبادراتنا موجهة نحو مختلف الدول ومختلف الأصعدة. استطعنا وأنجزنا دورات تدريبية وشارك فيها 23 مجموعات تدريبية فيما يخص الجنس أو الجنسين. 28% من المشاركين كانوا من النساء و 72% من الرجال. من الناجحين في الامتحان 26% من النساء، وعدد الإجمالي للمستكتبين وأعلى بكثير. ليس كل واحد الذي شارك في الامتحان في الدورة التدريبية تقدم للامتحان. لدينا أيضا برامج تدريبية أخرى لتدريب المدربين الذين من شأنهم، وثم تدريب مجموعات أفريقية أخرى. لنلقي نظرة عين على نتائج أعمالنا، أنشأنا مجموعة من المدربين المعلمين الذين سيواصلون عمل التدريب مع مجموعات لاحقة، وأشركنا في ذلك ممثلين عن الإدارات العامة، لأن بدون السلطات المحلية لا نستطيع الحديث عن بعض هذه الأمور. وهذا كله من أجل القضاء على النبذ الرقمي. التحديات لقد سبق ذكرها، ومن المقصود
تضمين هذه المحاولات محتويات للجميع. نريد توسيع هذه الشبكة إتاحة لمختلف المعلومات لمجموعات مختلفة، مجموعات مهنية. شكرا جزيلا، وهذا كله، وأعطي الميكروفون للسيدة المشرفة على النقاش، وشكرا. شكرا جزيلا. لا أدري ماذا علينا أن نفعل، لأنه كان علينا أن نتبادل الآراء خلال وقت قصير، وأعتقد أن ذلك لن يتهيأ لنا. فإذا أعطينا الكلام للمتحدثين، وأعتقد أننا سوف نجيب على الأسئلة الموجودة في الشات. وهناك أسئلة طرحت بلغات أخرى، سأحاول أن نحل الموضوع. أعطيك الصوت. للأسف علينا أن نقرر، لأنه ليس لدينا وقت للنقاش. هناك صدى، هل أود مساعدة الفريق الفني؟ هل الآن أفضل؟ نعم، بسبب أن الوقت داهمنا للأسف، فلدينا وقت لنقاش قصير. أولا أشكر الجميع على المشاركة في هذا النقاش المشوق عن الذي شاركه بطرق مختلفة. عدة دقائق في نهاية محورنا هذا، أعطي الصوت للسيد يونغ زو الذي يمثل ديسا، وسوف أستفيد من هذا الوقت على شكر الجميع الذين منخرطين في عمل، وخاصة السيد يونغ زو. وأطلب من حضرتك تعليقا. شكرا لك. أبدأ من الأهم، أشكر كل السيدات اللواتي شاركنا وجميع المشاركين الباقين، لأنهم ولأنهن بشكل خاص انخرطنا بشكل جاد في عمل هذه المجموعة. نرى أن النقاش والحوار يطال باقة كبيرة من المواضيع، وهذا النقاش كان حول القضايا التقنية بشكل رئيسي. فمثلا كيف نفعل عن التعليم، عن الصيغة التي يجب أن تصل، مهارات الرقمية. إذن أنا أشكر على هذه الجوانب التي تم طرحها. أريد أن أشكر الجميع الذين شاركوا بشكل تطوعي، والآن ظهرت فكرة بأن يستمع الناس إلى أصوات الذين لا ينضمون في جمعيات تابعة للأمم المتحدة. وأعتقد أن هذا شيء مهم، يجب علينا أن نركز على ما يجب أن نفعله بشكل مشترك من أجل إنفاذ هذه الأشياء، حتى نؤمن لأكبر كمية وأوسع عدد من المستخدمين من الوصول إلى الإنترنت. فكثير من الأفكار كانت أفكار خلاقة جديدة تسمح بإدراج هذه الأفكار عملياً.
وأعتقد أنه علينا أن نضع توصيات عملية محددة. سمعنا خلال هذا النقاش أصوات تتعلق بأن يجب إيجاد اتحادات كونية عالمية تستفيد من هذه القدرات والموارد الكبيرة، ولكن هدفنا الرئيسي يجب أن يكون تأمين وصول فعلي للإنترنت، خاصة لأولئك الذين لا يملكون، أي 35% من الناس في العالم ليس لديها إمكانية وصول إلى الإنترنت، فيجب أن نؤمن عليها ذلك، ويجب أن نؤهلهم ونؤهل لديهم مهارات معينة. أعتقد أن هذا مهم، وأعتقد أنكم ستتعاونون معنا من أجل إدراج هذه التوصيات في الحياة. نشكر ونقيم دعمكم، وسوف يكون هذا شعار عملنا في المستقبل. علينا أن ننهي نقاشنا. أشكر زميلتي المشرك التي أشرفت معي على إدارة هذا المحور. شكرا، ابقوا معنا وعودوا إلينا بعد عدة دقائق بعد استراحة. سنتكلم عن تعدد اللغات في الإنترنت. شكرا للذين شاركوا معنا، وعندي أمل أننا سنلتقي في الجلسة والحوار الآخر. شكرا إلى الجميع، مرة ثانية إلى اللقاء. Hi, everyone.